بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ تاني في تاني شوط في تاني لير ان شاء الله، اللي هي ترانسبورت لير. اخدنا المرة اللي فاتت الابليكيشن لير، هنبدأ النهاردة في مين؟ الترانسبورت لير. هتلاقوا تقريبا ان تلات ارباع الشابتر ده عمالين نعيد ونزيد اصلا في نفس الكلام، تمام؟ يعني بيقول لي مثلا هنا في البداية خالص الترانسبورت لير ايه وظيفتها؟ اول وظيفة ليها سيجمنتيشن اوف داتا. يعني ايه سيجمنتيشن اوف داتا؟ كنا قلنا ان الداتا اول ما بتنزل اصلا لغايه لير 4 بتتقطع لملايين الاجزاء، كل جزء سميناه سيجمنت، كل جزء سميناه ايه؟ سيجمنت، تمام؟ ده الوظيفه اللي مكتوب عليها يعني هنا سيجمنتيشن اوف داتا، او اسمها سيجمنتيشن اوف داتا. الوظيفه اللي بعديها ايرور ديتكشن. ايرور ديتكشن او ايرور ريكفري. طب لو انا قلت ايرور ريكفري في حاله مين؟ تي سي بي ولا يو دي بي؟ تي سي بي، تمام؟ طيب اللي بعديها مالتيبلكسنج. يعني ايه مالتيبلكسنج؟ فاكرين المره اللي فاتت في اول اليوم لما كنا قلنا ان كل جزء من اجزاء الداتا في لير 4 بيتحط عليه معلومه اسمها سورس بورت ومعلومه اسمها ديستنيشن بورت؟ اهي العمليه دي بنسميها ايه؟ مالتيبلكسنج. يبقى مالتيبلكسنج معناه ان كل جزء او كل سيجمنت للدقه من اجزاء الداتا بيتحط عليها سورس بورت وديستنيشن ايه؟ بورت، تمام؟ طيب البوينت اللي بعديها ذا تي سي بي بروتوكول كوميونيكيتنج ويز ريلابيلتي. يعني ايه ريلابيلتي؟ انا عارفه ان البروتوكول اساسا التي سي بي بروتوكول ريلايبل. عن طريق ايه؟ عن طريق اساسا ان كل جزء من اجزاء الداتا اللي ببعته بيترد عليا اكنولج، او للدقه قلنا المره اللي فاتت ان مش هبعت واحده استنى اكنولج، احنا بنبعت لوكش كده على بعضيها واستنى عليها اكنولج. طب لو حاجه ضاعت النهارده بقى هنتعلم باذن الله ان لو في اي حاجه او جزء من اجزاء الداتا سيجمنت يعني وقعت ازاي هقدر تاني ان انا ارجع، تمام؟ الوظيفه اللي بعديها تي سي بي كونكشن استابليشمنت 3 واي هاند شيك. دي بقى ما كناش شرحناها قبل كده. ثري واي هاند شيك. ايه ثري واي هاند شيك دي بقى؟ تعالوا نفترض تاني ان انا عندي جهاز السورس ايه، عايز يبعت داتا لجهاز ديستنيشن بي، ادي ايه بي، تمام؟ قبل ما الداتا اصلا تروح من السورس للديستنيشن بتمر الاول كده بشويه مراحل. ايه هي؟ جهاز ايه عايز يبعت داتا لجهاز بي؟ يروح داخل عليه كده من الباب للطاق ويقعد يبعت له داتا، ولا يسلم عليه الاول؟ اشبهها لكم بايه؟ انا دلوقتي عايز اتكلم مع بعض، مش هروح داخل عليها من الباب للطاق كده اسكتي ده حصل امبارح كذا وكذا وكذا، لا اسلم عليه ازيك يا مر اخبارك ايه، ترد عليا. نفس الفكره بالظبط، جهاز ايه عايز يبعت داتا للديستنيشن في الاول بيعمل ايه؟ بيسلم عليه. ازاي بقى بيسلم عليه؟ عن طريق ان هو بيبعت له سيجمنت كده، مش انا في لير 4 يبقى كل جزء من اجزاء الداتا اسمه ايه؟ سيجمنت. بيروح باعت له سيجمنت كده اسمها سن، اسمها سن. سن اختصار سينكرونايزيشن. يعني ايه سينكرونايزيشن؟ خد بالك يا جهاز بي انا هبدا ابعت لك داتا، هبدا ايه؟ ابعت لك داتا. السن وصلت لجهاز البي؟ اه. يبدا البي يعمل ايه؟ يروح رادد على جهاز الايه؟ بمين؟ باكنولدج. يرد عليه بايه؟ اكنولدج، تمام؟ وهو كمان عايز يبعت داتا لجهاز ايه؟ هو كمان عايز يقول لجهاز ايه؟ انا كمان هبعت لك داتا. يروح باعت له هو كمان سن، تمام؟ يقوم جهاز الايه؟ ياكد على جهاز البي ان فعلا السن بتاعتك وصلتني عن طريق اكنولدج. عن طريق ايه؟ اكنولدج، تمام؟ سلموا على بعض كم مره؟ ثلاث مرات. علشان كده العمليه دي بنسميها ايه؟ ثري واي هاند تشيك. ثري واي ايه؟ هاند تشيك. ايه العمليه دي بقى؟ فاكرين زمان لما كنا اتكلمنا على ان في البدايه خالص بيحصل حاجه اسمها كرييت لوجيكال سيشن ما بين السورس والديستنيشن؟ هي دي، ان هما بيسلموا على بعض كده. يبقى العمليه دي هي مين؟ الكرييت للوجيكال سيشن، تمام؟ طب بعد كده الداتا بقى ذات نفسها هي اللي هتبدا ان هي تتبعت ما بين الاثنين. يبقى المرحله اللي بعد كده بعد ما كرييت اللوجيكال سيشن الداتا تتبعت. طب بعد ما خلصوا داتا، بعد ما خلصوا نقل الداتا يعملوا ايه؟ المرحله اللي كانت بتتم في الاخر خالص سميناها ايه؟ ترميت. بالظبط للوجيكال سيشن، صح؟ هتتم ازاي؟ هتتم عن طريق ان جهاز الايه خلص نقل داتا، يروح بعت للديستنيشن سيجمنت اسمها فين، فينش، تمام؟ يقوم جهاز البي يعمل ايه؟ يروح رادد عليه، ها؟ بالظبط، باكنولدج على الفين دي.
ويروح باعت له في سيجمنت تانية هو كمان يقول له انا كمان وانا كمان هفنش معاك فين. تمام؟ يقوم السورس بعت له ايه؟ اكنولج على الفن دي. يروح بعت له ايه؟ اكنولج على الفن دي. وهما بيسيبوا بعض كده سلموا على بعض كم مرة؟ اربع مرات. تمام؟ الاربع مرات دي بقى دول بنسميهم فور واي هاند شيك. بسميهم ايه؟ فور واي هاند شيك. تمام؟ وهالعملية دي بقى اللي احنا انتوا لسه قايلين عليها ان هي ترمينيت للوجيكال سيشن. ترمينيت لمين؟ للوجيكال سيشن. تمام؟ تاني السورس لما بيروح للديستنيشن بيسلم عليه الاول في كم مرة؟ في ثلاث مرات، عشان كده سميناها ثري واي هاند شيك. بعد ما بيبعتوا الداتا بيسلموا على بعض تاني عشان يفنشوا السيشن. المرحلة دي بنسميها ايه؟ فور واي هاند شيك. تمام؟ طب سؤال بقى، كان في ناس تقول لي ايه؟ حتى انتوا دلوقتي وانا بتكلم اخدت بالكم ان في ناس فيكم قالت طب هبعت اكنولج ومعها سن، صح؟ ليه بعت الاكنولج لوحدها في باكت او سيجمنت للدقه والفن في سيجمنت تانية؟ طب حد يفكرني كده، مين اللي كان بيعمل كرييت للوجيكال سيشن؟ سورس ولا ديستنيشن؟ سورس. طب مين اللي كان بيعمل ترمينيت للوجيكال سيشن؟ سورس. ها؟ ديستنيشن. ديستنيشن. سورس ولا ديستنيشن؟ سورس. كنا قلنا السورس ممكن هو اللي يعمل فين او الديستنيشن هو اللي يعمل فين. بمعنى لما كنت خليتكم تدخلوا شير ساعتها على الجهاز بتاعي، صح؟ ايوه. مثلا انت قلت يوم هاي الديستنيشن مش يعني الاغلب السورس اللي بيعملها دايما السورس هيعمل فينش، صح؟ لكن افرض ان الديستنيشن اللي هنجا انا كديستنيشن اللي هعمل ايه؟ فينش ساعتها. يبقى ممكن السورس هو اللي فينش الستيشن ما بيننا او الديستنيشن هو اللي فينش الستيشن، صح؟ علشان كده بعت اصلا الفين في سيجمنت لوحدها. ليه؟ عشان لو الديستنيشن هو ذات نفسه اللي بيعمل فينش للداتا اساسا او فينش للستيشن يبعت فينش في ايه؟ في سيشن لوحده. تاني اسمع؟ تاني. مقتنع الاول معايا ان السورس هو اللي بيعمل كريت للستيشن؟ ومقتنع معايا ان الديستنيشن ممكن هو اللي يكون بيعمل فينش او السورس هو اللي بيعمل فينش؟ مقتنع بده؟ طيب ليه بقى دي اتبعتت في سيجمنت لوحدها ما اتبعتتش مع الاكنولج؟ افرضي ان الديستنيشن هو ذات نفسه كانت السيشن مهنجة عنده وهو ذات نفسه دلوقتي اللي بيعمل فينش للسيشن، فعشان كده خلوها يبعتها في ايه؟ في سيجمنت لوحدها. عشان هو ليه اصلا البيع اعتبرت ان هو الديستنيشن هو اصلا مش المفروض هما الاثنين بيبعتوا لبعض يعني اي واحد منهم مين اللي بدا؟ مين اللي بدا؟ الايه؟ الايه؟ يبقى هو ده السورس اللي بيروح للديستنيشن. عادة الكلاينت، ده الكلاينت عادة هو اصلا اللي بيروح للسيرفر. يعني حطيتهم تحت ده خاصين بالظبط. تمام كده؟ طيب دي اللي احنا قلنا عليها ايه؟ المرحلة هنا اللي اسمها الثري واي هاند شيك. نكمل كده. مانجينج تي سي بي سيشن ريلابيلتي. احنا عارفين كويس قوي ان بروك. انا عندي سؤال، صح؟ كنت هنسى اللي جاي فوق. هو الجي ستيشن اللي هي بتديك في الستيشن دايما اصلا مش في الترانسبورت. هو دلوقتي اساسا ان انت تعملي كرييت لللوجيكال ستيشن، سؤالك حلو. تمام؟ ان انت تعملي اساسا كرييت لللوجيكال ستيشن دي فين؟ في الستيشن لاير، او بمعنى ادق سوري في الترانسبورت لاير. ان انت تاخدي القرار ان انت هتفتحي ستيشن ولا لا دي في الستيشن لاير اللي هي مدموجه دلوقتي فين؟ في الابلكيشن. احنا في مرحله الترانسبورت اصلا بدايه الاتصال الفعلي بالظبط. بالظبط كده. تمام؟ طيب نكمل. مانجنج تي سي بي سيشن، اول حاجه الريلابيلتي. احنا قلنا كذا مره ان بروتوكول التي سي بي بروتوكول ريلايبل. عن طريق ايه؟ السيكونس نمبر ده معانا. تعالى ناخد اكزامبل بقى كده يوضح لي الليله كده شويه. احنا كنا قلنا لو تفتكروا ان السورس، هفترض ان ده السورس وهفترض ان ده الديستنيشن. تمام؟ كنا قلنا ان السورس والديستنيشن الاول بيتفقوا على حجم كده بفر عند الديستنيشن،
مش بيبعت واحدة واحدة، بيبعت ايه حبة حبة بناء على ان هما بيتفقوا على حد الضفر. فافترض في السيناريو ده ان هما اتفقوا على حجم ضفر كنتوا قد ايه؟ 4. طبعا احنا عارفين ان ما بيتفقوش ابدا على حجم ضفر 4، احنا قلنا ارقام ايه؟ 32000 64000 ارقام بالمنظر ده، تمام؟ والسورس بيعمل ايه؟ لما بيجي يبدا ان هو يبعت الداتا بيرقم كل سيجمنت عنده، يعني مثلا 100 101 102. هنا في السلايد دي بس بيفترض ان هي 100 200 300، لا في الواقع على ارض الواقع تبقى ارقام متسلسله عاديه 100 101 102 103 اتسقط، تمام؟ يقوم السورس يعمل ايه؟ بعت 100 وصلت الثانيه 300 400 وصلوا كلهم يبدا الديستنيشن يعمل ايه بقى؟ بروسيسنج للداتا. يبدا يعمل ايه؟ بروسيسنج للداتا. يعني ايه بروسيسنج للداتا؟ يبدا ان هو يجمع الداتا يشوف لو في حاجه ناقصاه يطلبها تاني، هنشوف ازاي دلوقتي باذن الله. بعد كده يفضي البفر علشان يبدا ان هو يطلب الاربعه اللي بعديهم. يفضي البفر يعني يبعت المعلومه دي لمين؟ اللير اللي فوقيها اللي هي للدقه بقى الابلكيشن لاير. احنا شغالين في سي بي او اوريدي صح، يعني يبعتها لمين؟ للابلكيشن لاير. فضل البفر يبدا يبعت اكنولوجي. يبعت ايه؟ اكنولوجي. الاكنولوجي دي سيجمنت في الاول وفي الاخر سيجمنت. طالما سيجمنت هيبقى لها سيكونس نمبر. السيكونس نمبر بتاعها قيمته كام؟ هو اخر حاجه وصلت سليمه وصلت لي كانت كام؟ 400. يروح بعت الرقم اللي بعديها على طول اللي هو 500. 500 دي توصل للسورس يقول له ايه؟ ابعت لي مين؟ 600. لا 500 بالظبط. 500 600 700 800. ليه بقى؟ لان السورس اصلا بيرتب اصلا يا نرمين الداتا بطريقه عاديه 100 200 300 400 500 600 انت قلنا. فكون دلوقتي ان الديستنيشن يبعت للسورس 500 يعني بيقول له ابعت لي ايه؟ 500. وضحت كده؟ طيب تعالوا نشوف بقى السيناريو ده. لو انا عندي جزء من اجزاء الداتا وقعت، ادي الديستنيشن عامل عنده بفر حجمه 4، 100 وصلت، 200 وقعت، 300 وصلت، 400 وصلت، ايه اللي هيحصل؟ السورس بعد كده هيبدا يتشك على الداتا، اخر حاجه سليمه وصلت له كانت كام؟ 100. يقوم رادد باكنولوجي قيمتها 200. 200 دي يعني معناها بعت لي 200. الديستنيشن هو اللي هيبعت للسورس يقول له ايه؟ اكنولوجي قيمتها 200. كون ان يبعت له اكنولوجي قيمتها 200 يعني بيقول له بعت لي السورس بعت لي ايه؟ ابتداء من 200. تمام؟ اهو فعلا بعت له قيمه 200. تمام؟ بعد كده هيبدا يتشيك تاني على الداتا. ادي البفر 100 وصلت، 200 كانت واقعه وجابها تاني، 300 اوريدي موجوده عنده، 400 موجوده عنده. يبدا بعد ما ال 200 وصلت له يبدا يتشيك تاني صح؟ لا ايه؟ اخر حاجه سليمه وصلت له 400 بقى، يقوم باعت 500. يعني هيبعت 200 بس مش هيبعت 300 و400. بصي هو هنا يعني كان في كذا تكنولوجي اللي احنا شغالين بيه دلوقتي على ارض الواقع مش ده خالص. بس ده تمهيد للي انت هتاخديه في السي سي ام بي ان شاء الله. ده هتكتشفي ان ان شاء الله في حاجه اسمها اكو سيلكتيف اكو هيصه. تمام؟ فكل يوم والتاني في تطور. كان اللي بيحصل قبل كده انه هيبعت 200 300 400. 200 توصل 300 400 هيروحوا يلاقوا مكانهم في البفر مليان. يحصل لهم دروب. فطبعا دي كانت طريقه مش افيشنت. تمام؟ انما اللي موجود دلوقتي لا مختلف تماما عن كده. اللي موجود دلوقتي مش جاست ان انا هبعت له اكنولوجي بكوبت سيجمنت، لا ده انا هبعت له كمان الحاجات اللي عندي في حاجه اسمها سيلكتيف اك عشان اقول له ابعت لي اللي مش موجود عندي بقى كده. هتاخدوا الكلام ده بالتفصيل الممل ان شاء الله في الان بي. تمام؟ طيب بصوا السيناريو ده بقى. السورس بعت للديستنيشن 100 200 300 400. الاج ذات نفسها هي اللي وقعت، الاكنولوجي ذات نفسها هي اللي وقعت. ايه رايكم؟ السورس هيستنى شويه بعد كده يبعت بالظبط. هو السورس دلوقتي مشكلتي فيه انه مش عارف اساسا ايه اللي وصل. صح؟ ما كان بيعرف ايه اللي وصل عن طريق الاكنولوج، الاكنولوج ذات نفسها وقعت. فبصوا فعلا السورس هيفكر ازاي؟ I didn't get an acknowledge. انا ما جاليش acknowledge. Better send them again. الافضل ابعتهم كلهم تاني. هتقولي لي مثلا ما هم هيروحوا للديستنيشن يلاقوا حجمهم او يلاقوا مكانهم مليان، ايه يعني مش مشكله يحصل لهم ضرب، بس السورس هيعرف ازاي ايه اللي وصل وايه اللي ما وصلش. تمام؟ اهي الارقام دي كلها بقى 100 200 300 دي اسمها ايه؟ سيكونس نمبر. اسمها ايه؟ سيكونس نمبر. اهو ده عن طريقها لو في حاجه وقعت
برجعها تاني. لو في حاجه وقعت ايه برجعها تاني. بالضبط. تمام. طيب نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا تاني حته ان هو ريلايبل عن طريق السيكونس نمبر وعن طريق كمان الاكنولج. تمام. ان اوردر تي سي بي سيجمنت ري اسامبلي. ري اسامبلي معناها اعاده تجميع الداتا تاني. ما هو ممكن الداتا زي ما شفنا كده ما وصلتش في الترتيب، وصلت 100 300 400 وفي الاخر جت لها 200 صح. يبدا ايه يعيد ترتيب الداتا ويبدا ان هو يعمل بروسيسنج للداتا يجمعها تاني قبل ما يبعتها للابلكيشن ديف. تمام. ايرور كوركشن يعني في حاله مين؟ التي سي بي، لان التي سي بي هو فعلا اللي بيعمل ريترانسميشن للداتا. تمام. فلو كنترول، قلنا فلو كنترول المره اللي قبل اللي فاتت ايه؟ التحكم في تدفق الداتا عن طريق حد الويندو، عن طريق البفر. سمينا العمليه دي برده كونجيشن افويدنس، تجنب السحاب الداتا. السورس مش زي اللهبه اللي عمال يبعت يبعت يبعت، لا في ايه؟ كنترول للتحكم في الداتا. تمام. بعد كده بيتكلم عن ازاي ان انا بعمل سيشن ترمينيشن عن طريق الفور وي هاند تشيك. وفي الاخر خالص هيبدا ان هو يقارن لي ما بين بروتوكول التي سي بي واليو دي بي، وهكتشف كمان شويه ان شاء الله ان بروتوكول اليو دي بي كوميونيكيتنج ويز لو اوفر هيد. بروتوكول اليو دي بي هكتشف كمان شويه انه اخف من بروتوكول التي سي بي. تمام. هنا بعد كده في السلايد دي بس بيقول لي ان بروتوكول التي سي بي واليو دي بي الاثنين موجودين فين؟ في الترانسبورت لاير، سواء في الاو اس اي او سواء في مين؟ في التي سي بي اوفر اي بي. مالتيبلكسنج شفناها. ندخل بقى في تي سي بي هيدر. يعني ايه تي سي بي هيدر او اليو دي بي هيدر؟ كلمه هيدر معناه شويه المعلومات الزياده اللي بتتحط على كل جزء من اجزاء الداتا. الداتا زي ما قلنا قبل كده لما بتطلع من السورس للديستنيشن مش بتطلع حته واحده لوكشه كده كده ترمي، لا بيحصل فيها ايه؟ بيتحط عليها معلومات كتير. ايه هي المعلومات اللي بتتحط في الترانسبورت لاير؟ هيفرق لو انا شغاله تي سي بي او انا شغاله يو دي بي. لو انا شغاله تي سي بي هيتحط عليها شويه الحاجات اللي قدامكم دول الهيصه دي. لو انا شغاله يو دي بي هيتحط عليها الحاجات بتاعه اليو دي بي هيدر دي. طب نشوف كده التي سي بي هيدر. اول حاجه هتتحط عليها سورس بورت وديستنيشن بورت. هو السورس بورت والديستنيشن بورت بيتمثلوا في كام بت؟ 16 بت صح. فاكرين لما كنا قلنا المره اللي فاتت ان اصلا البورت نمبر عدده قد ايه؟ بالظبط 2 اس 16 اللي هو 50536. جه الرقم ده منين؟ لانه اصلا بيتمثل في 16 بت. تمام. فطالما بيتمثل في 16 بت اقصى عدد من الاحتمالات اطلع بيها كام؟ 2 اس 16. تمام. طيب بعد كده السيكونس نمبر. السيكونس نمبر ده اللي احنا شفناه من شويه 100 200 300 وللدقه تاني ما بيبقاش الارقام اللي كانت اللي معايا في السلايد ده، بتبقى ايه 100 101 102 103 انصوم. تمام. الاكنولجمنت نمبر يعني ايه؟ لما كان السورس بعت 100 200 300 400 الديستنيشن ردت كام؟ سيجمنت ليها السيكونس نمبر قيمته 500، بس السيكونس نمبر بتاعه بقى ما بيتحطش في الخانه دي. امال بيتحط فين؟ في الخانه بتاعه الاكنولجمنت نمبر. تمام. يبقى تاني لما تكون السيجمنت نوعها اكنولج السيكونس نمبر بتاعها بيتحط في انهي خانه؟ الاكنولجمنت نمبر. تمام. ايه تاني بعد كده يهمني اساسا في الهيدر ده؟ دول السته فلاج. دول فلاج معناه ان كل واحد من الحاجات اللي قدامكم دي يعني بيتمثل في بت واحده، يعني يا اما يكون صفر يا اما يكون واحد. الديفولت صفر واحد، يبقى ده ليه معناه سبيشال مينينج. الديفولت ايه؟ صفر واحد، يبقى ليه سبيشال مينينج. تمام. نمسك بقى واحد واحد فيهم كده. يو ار جي ارجنت. ايه حوار بقى اليو ار جي ده؟ الداتا كنا قلنا قبل كده موجوده عند السورس اهي بتتقطع لاجزاء كتيره جدا. ادي 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
سبعة ثمانية تسعة. معروف كده ان الداتا اصلا اول ما يعني بتدخل بجهاز الكمبيوتر بيطلعها بنظام first in first out، الداتا اللي دخلت له الاول تطلع الاول. تمام. طب افرضوا مثلا ان دي داتا عادية، دي داتا عادية، دي داتا عادية، بس السيجمنت رقم اربعة كان نوعها فويس، كان نوعها ايه؟ فويس، واحد بيتكلم بالسكايب مثلا whatever. تمام. معروف كده دايما ان اي حاجه ليها علاقه بالفويس سنسيتيف جدا لو حصل فيها ديلي، بمعنى السيجمنت بتاعت الفويس لو حصل فيها ديلي قيمته 150 ملي سكند الطرف الثاني بيحس ان في فرق في الصوت. تمام. فمين اللي يهمني ان هو يتبعت الاول، الداتا ولا الفويس؟ الفويس. فاعمل ايه؟ قال لك في برامج كده وفي تكنولوجيز كده حاجه اسمها كواليتي اوف سيرفيس، تمام، تكنولوجي كده معينه بتدي ساعتها بريوريتي اعلى للسيجمنت دي، بتدي بريوريتي اعلى لمين؟ للسيجمنت دي. تمام. ايه اللي هيحصل ساعتها؟ السيجمنت دي هتروح ايه؟ محطوطه في اول الطابور، محطوطه في اول الطابور. اصل الداتا العاديه ايميل مثلا على سبيل المثال لو اتاخر 3 4 دقائق 5 دقائق مفيش مشكله، انما الفويس لا، احنا اتفقنا ان الفويس اصلا سنسيتيف جدا للديلي سواء فويس او فيديو، فانا عايزه دلوقتي الباكت او السيجمنت بتاعت الفويس تتبعت في الاول. اعمل ايه؟ هبدا ان انا اجي في الهيدر بتاعها، في الهيدر بتاعها في الجزء اصلا بتاع الارجنت، بدل ما هو الديفولت بتاعه صفر هخليه بكام؟ بواحد. ازاي؟ لا ده دي بقى في ابلكيشنز وفي برامج اصلا بتغير لي حاجه اسمها كواليتي اوف سيرفيس، في حاجه اسمها الديفولت فيرست ان فيرست اوت، لكن انت بنفسك عندك سيجمنت محتاجه ان هي تتبعت دلوقتي. تمام. والراوت السويتش البي سي المفروض يعني اللي بيتبعت له بيطلعه على طول اول باول، بس افرض دلوقتي ان حصل عليه كونجيشن، في زحمه عنده دلوقتي، الطابور بتاعه زحمه. تمام. انت مش عايزه تستني الترتيب الطبيعي، فانت تعملي ايه؟ هتنقلي السيجمنت بتاعت الفويس لاول الطابور. تمام. ازاي؟ مش انت كيوزر اللي بتعمليها، ده في كونفيجريشن اصلا بتتم حاجه اسمها كواليتي اوف سيرفيس. تعالى اكلمكم حاجه بسيطه الاول كده عن الكواليتي اوف سيرفيس. كواليتي اوف سيرفيس، تمام. يعني ايه كواليتي اوف سيرفيس؟ كلمه كواليتي اوف سيرفيس معناها ان انا بدي بريوريتي اعلى لبعض انواع الترافيك، بدي ايه؟ بريوريتي اعلى لبعض انواع الترافيك. زي مين؟ اغلب الشركات بيدوا بريوريتي اعلى للفويس والفيديو، احنا لسه قايلين ان الفويس والفيديو بالذات سنسيتيف جدا، سنسيتيف جدا لو حصل عندي ديلي. تمام. ده الفويس والفيديو انا مش عايزه يحصل فيهم ايه؟ ديلي، عشان كده هديهم بريوريتي اعلى. اي ترافيك نوع فويس او فيديو يتبعت دلوقتي. طيب اني داتا عاديه مش مشكله لو اتاخرت شويه، بس مش شرط على فكره، مش شرط. افرضوا دلوقتي ان انا كنت شغاله مثلا في مستشفى، المستشفى دي فيها ابلكيشن معين بين درجه حراره المريض والنبض والكلام ده كله اساسا من الاوضه بتاعه العنايه المركزه للاوضه بتاعه الدكاتره، ادي بريورتي اعلى للفويس والفيديو ولا ادي بريورتي اعلى للابلكيشن ده؟ مش ابلكيشن، فعلى حسب السيناريو اللي انتوا شغالين فيه. تمام. في كورس كامل اصلا اسمه كوانتي اوف سيرفيس، في ماده كامله اصلا اسمها كوانتي اوف سيرفيس. تمام. بس الفكره تاني ان الكوانتي اوف سيرفيس دي كونفيجريشن ممكن ان انا اعملها على الراوتر او السويتش، او في ابلكيشنز اصلا بتعمل لي الكلام ده على اجهزه الكمبيوتر. في اصلا بعض الابلكيشنز بتعمل لي ده على مين؟ على اجهزه الكمبيوتر، بحيث تدي بريورتي اعلى لمين؟ للترافيك زي ما اتفقنا كده اللي هو الفويس. تمام. الكلام ده بيتم ازاي؟ ان الابلكيشنز دي بتلعب في الهيدر اصلا بتاع السيجمنت وتيجي في الجزء بتاع الارجنت، بدل ما هو الديفولت بتاعه زيرو تخليه كام؟ واحد. بس كده. تمام. طبعا لو هنتكلم في الكواليتي اوف سيرفيس على الراوترز ما بيبقاش السيمبل ازات، ما بيبقاش جاست بس ان انا بلعب في بيت واحد، لا ده فيه هيصه. تمام. ده انا بلعب فيه في 8 بيت كمان وحوارات، انا بتكلم بس على ايه؟ الحاجه البسيطه اللي موجوده على كاس الكمبيوتر. تمام. ده بالنسبه لمين؟ لاول فلاج عندي، قلنا اول فلاج اللي هو يو ار جي ارجنت. طيب اللي بعديه اك اكنولدج، تهيألي واضحه. طب سؤال، ايه الفرق ما بين اك دي واك اللي فوق؟ قال لك الديفولت بتاع اك دي ان هو صفر، لو نوع السيجمنت بتاعتي واحده واحد يبقى ده معناه ان نوع السيجمنت اكنولدج، لكن السيكونس نمبر بتاعها هيتحط فين؟ في الاكنولدجمنت نمبر.
يعني لو تفتكروا لما كان السورس بعت 100 200 300 400 الديستنيشن رد بايه؟ 500 صح؟ ال 500 دي هتتحط فين؟ فوق هنا تمام؟ وفي الخانه بتاعت الاكنولج بدل ما هي صفر هيتحط واحد، ده انديكيتور ان نوعها اكنولج تمام؟ طيب اللي بعديه بوش. ايه بوش دي بقى؟ حد فيكم سال نفسه هنا اصلا لما قلت لكم من شويه ان الديستنيشن عمل لنفسه بفر حجمه قد ايه؟ اربع اجزاء، ادي جزء الثاني الثالث الرابع، وصلت واحد ثلاثه اربعه، اتنين ما كانتش وصلت كانت واقفه تمام؟ ايش عرف دلوقتي الديستنيشن بيه ان المفروض يبدا يتشيك؟ ايش عرفه ان هو المفروض يبدا يتشيك يشوف ناقصه ايه ويبعت اكنولجمنت نمبر بالحاجه اللي ناقصاه؟ ما هو لسه عنده مكان فاضي اهو، مش لسه عنده البفر فاضي؟ ها سؤال كويس ولا لا؟ صح. لما هما في الاول اتفقوا على حجم البفر، اتفقوا على حجم البفر قد ايه؟ اربعه. يقوم السورس ساعتها هيجي على كل رابع سيجمنت عنده يمارك ان هي نوعها بوش، يعني يجي على السيجمنت رقم اربعه كده يروح حاطط عليها مارك ان هي ايه؟ بوش. يجي على 8 ويحط عليها ان هي بوش. يجي على 12 يحط عليها ان هي بوش. وصلت هنا 4 ان هي بوش. انتوا عارفين ده معناه ايه؟ ده معناه ان كده بقول للديستنيشن ده اخر حاجه عندي، شوف بقى ناقصك ايه وابعته لي، ابعت لي رقمه عشان ابعته لك. يعني بالظبط هو لسه فاضي تمام، بس ده كده انديكيتور لجهاز الديستنيشن ان انا بقول له ده اخر حبه عندي، انا بعت لك اللي عندي اهو، ابدا تشك وشوف ناقصك ايه وابعت لي ارقامه عشان ابعته لك. ما كانتش موجوده بقى، كانت خمسه هتبقى بالظبط. هي بوش يعني حرفيا بوش يعني بيزق، بوش كلمه بوش بي يو اس اتش تمام. ده تاني اسم عباره عن ايه؟ انديكيتور كده للديستنيشن ان انا بقول له انا خلصت الحبه اللي عندي، ابدا ايه؟ ابعت لي لو في حاجه ناقصه. لاني تاني لو ما كانش مفهوم البوش، السورس بعت الحبه اللي عنده الاربعه، هو قاعد مستني اكنولج، والديستنيشن لسه عنده مكان في البفر، مش كان ممكن يقعد مستني؟ وضحت كده المشكله؟ تمام. اللي بعديه السيجمنت اللي بعديها او الفلاج اللي بعديه ريست، ار اس تي اختصار ريست. يعني ايه ريست؟ في بعض انواع التكنولوجيا طول ما احنا ماشيين هنبقى نشوف حاجات منها كده ان شاء الله، يعني سواء في الكورس بتاعنا او الكورسات ادفانسد، في بعض الاحيان السورس يروح باعت ريست للديستنيشن يقول له ايه؟ دروب كل اللي عندك، هبدا ابعت لك كل حاجه من اول وجديد. ريست معناها ايه؟ اي حاجه يا سورس، اي حاجه يا ديستنيشن، انا كسورس ببعت للديستنيشن اقول له ايه؟ يا ديستنيشن بقول لك ايه؟ اي حاجه موجوده عندك في البفر دروب كله، انا هبدا ابعت لك كل حاجه تاني من اول وجديد. طب ده يحصل ايه؟ على سبيل المثال في مثلا بعض البروتوكولات لو في حصل فيها تو ميني ايرورز، ده انديكيتور ليها ان الشبكه مش ريلايبل تمام، فبيبداوا ان هم يعملوا دروب لكل حاجه ويبداوا ان هم يعملوا ستيشن من اول وجديد، يبعت الداتا تاني من اول وجديد تمام؟ ليه سيناريوهات كتير بس يعني ايه؟ خلينا كده ماشيين واحدة واحدة يعني تمام؟ ماشي. طيب اللي بعديها سن وفين؟ فيهم أي مشكلة؟ واضحين. دول الحبة اللي يهموني أساسا في الـ TCP في المرحلة بتاعت الـ CCNA تمام؟ بصوا بقى الهيدر بتاع الـ UDP فيه ايه؟ سورس بورد، ديستنيشن بورد، اللينس بتاع الداتا تمام؟ وبالمناسبة صحيح سورس الـ TCP فيه حجم الويندو. حجم الويندو اساسا بيتمثل في كام بت؟ 16 بت تمام. الديستنيشن بقى انا اسفه اليو دي بي عنده سورس بورد ديستنيشن بورد، حجم الداتا بتاعتي تشيك سم. تشيك سم يعني ايه؟ تشيك سم يعني بيعمل تشيك على الايرور. هو اليو دي بي بيعمل تشيك على الايرور؟ لا، بس بيعمل تشيك على الهيدر. بيعمل تشيك على مين؟ على الهيدر. فالتشيك سم دي المقصود بيها انه بيعمل فيها ايه؟ تشيك على الهيدر. واخدين بالكم من كمية المعلومات اللي موجودة في التي سي بي قد ايه؟ وكمية المعلومات اللي موجودة في اليو دي بي قد ايه؟ في هيصة كتير قوي هنا موجودة عندي في التي سي بي بتساعدني ان لو حاجة وقعت ارجعها تاني، انما اليو دي بي ده امر لايبل اللي وقع خلصت داهية. صح؟ علشان كده التي سي بي اساسا على كل جزء من اجزاء الداتا بيزود 20 بايت. بيزود كام؟ مقارنة باليو دي بي، اليو دي بي بيزود 8 بايت.
بايت الحكايه كلها. عشان كده في السلايد الاولانيه خالص كنت قلت لكم ان اليو تي بي بروتوكول اخف من التي سي بي. ليه؟ كل جزء من اجزاء الداتا بيزود عليها 8 بايت بس، لكن التي سي بي بيزود 20 بايت بحسب. واضحه؟ تمام. هنا بقى عمال يعيد ويزيد في نفس الكلام، بيديني بس هنا بعد كده اكزامبل على بعض البروتوكولات اللي شغاله تي سي بي واكزامبل على بعض البروتوكولات اللي شغاله يو دي بي. تمام. على سبيل المثال التي سي بي زي مين؟ اتش تي تي بي راوزنج، زي الايميل اس ام تي بي، زي الفايل ترانسفير اللي هو الاف تي بي. تمام. انما اليو دي بي بقى زي مين؟ زي الفويس، زي الفويس اوفر اي بي، وزي الفيديو ستريمينج. اي حاجه لايف ستريمينج المفروض ان هي تشتغل يو دي بي. انا تقريبا نسيت اقول لكم الدي ان اس المره اللي فاتت شغال ايه، قلت لكم هقولها في اخر اليوم في شكل نسيت. تمام. الدي ان اس شغال تي سي بي ولا يو دي بي؟ الاثنين الاثنين. هاخد لكم حقكم دلوقتي، هاخد لكم حقكم. الدي ان اس شغال ايه؟ تي سي بي ويو دي بي. حد يفكرني كده الدي ان اس كان بيعمل ايه؟ بالظبط، عمليه مابنج، ربط ما بين الاسم وبين الاي بي. مش كنا قلنا ان الكلاينت ذات نفسه ممكن يطلب المعلومه من دي ان اس، والدي ان اس ذات نفسه لو المعلومه مش عنده بيروح يطلبها من دي ان اس تاني. الكلاينت لو طلب المعلومه من الدي ان اس بيطلبها منه يو دي بي، بيطلبها ايه؟ يو دي بي. لو الدي ان اس راح طلبها من دي ان اس سيرفر تاني بيطلبها تي سي بي. تاني الكلاينت لو طلب المعلومه من دي ان اس بيطلبها يو دي بي. الدي ان اس لو ما كانش عنده معلومه وراح يطلبها من فورواردر، من روت هند، من اي دي ان اس سيرفر تاني بيطلبها تي سي بي. تعال اكد لك كده اصلا يا مروه، في سلايد تانية هنا اوضح شويه، بيديكي هنا بعض الاكزامبلز للبروتوكولات، كل واحد شغال اساسا على تي سي بي ولا يو دي بي وعلى بورت كام. على سبيل المثال التي سي بي زي مين؟ اف تي بي شغال على بورت 2021، التلنت 23، الاس ام تي بي 25. واخده بالك الدي ان اس فين؟ في النص، 53 تي سي بي ويو دي بي. طب اليو دي بي بقى زي مين؟ زي بروتوكول اسمه تي اف تي بي، هناخد عليه محاضره كامله ان شاء الله، مش هتكلم عنه دلوقتي لان عليه محاضره كامله. تمام؟ في السمستر ده يعني كمان اربع محاضرات خمس محاضرات كده ان شاء الله. زي بروتوكول اسمه اس ان ام بي، ده ان شاء الله اخر يوم لنا في الكورس مع بعض هناخد البروتوكول ده. زي بروتوكول اسمه ريب، ده هناخد عليه محاضرتين كاملين في السمستر الثاني ان شاء الله. تمام؟ وضحت كده؟ نرجع تاني واقفين هنا. ده بيكلمني هنا بقى على الثري واي هاند تشيك والفور واي هاند تشيك والكلام اللي في النص ده، يعني متهيألي خلاص يعني الفلو كنترول والكونجيشن افويدنس والهيصه دي كلها. بيعيد لي تاني شكل الهيدر. بعد كده بيكلمني هنا عن حاجه اسمها سوكت. ايه السوكت دي بقى؟ فاكرين البورت؟ فاكرين الاي بي؟ صح؟ تجميع الاثنين مع بعض بقول عليها سوكت. بمعنى لو انا جيت دلوقتي هنا كده عايزه اطلع مثلا على موقع، الموقع ده مثلا هفترض ان الاي بي بتاعه 70.1.2.3. تمام. اللي البورت نمبر بتاعه 80، الرقم اللي في الاول ده ايه؟ الاي بي. الرقم ده ايه؟ البورت. الاثنين مع بعض بسميهم سوكت. الاثنين مع بعض بسميهم ايه؟ سوكت. سوكت. تعالى اديكم اكزامبل. لو انا جيت دلوقتي مثلا فتحت جوجل او ام اس ان مثلا فاصل بس ما بين فاصل ما بين الاثنين، ما هو اصل الاي بي بيفصل ما بين كل رقم والتاني ايه؟ بالظبط. تمام. هتفصلي ازاي ما بينه وما بين البورت؟ بايه؟ بالكولون دي، بالنقطتين دول. تمام. بعد ما دخلنا على موقع ام اس ان، تمام، لو جيت انا دلوقتي افتح قائمه رام سي ام دي وجيت قلت له ديت ستيت مسافه ماينس ان، ايه الامر ده؟ الامر ده بيوريني انا طلعت من البورت كام ودخل على ديستنيشن كام. يعني هيجيب لي الاجهزه بتاعتكم، هيجيب لي كمان الموقع اللي هو ام اس ان دوت كوم اللي انا دخلت عليه. تمام. انتر. واو واو، ايه ده كله؟ ايه القصه دي كلها؟ اللي فوق ده اللي هو مين؟ اللوكال ادرس، ده اللي هو الاي بي بتاعي. تمام. ده الديستنيشن اللي انا داخله عليه. لو تاخدوا بالكم اغلب الديستنيشن اللي انا داخله عليه على بورت كام؟ 80 وايه؟
4 4000. طب ده انا دخلت على موقع واحد بس موقع ام اس ان انا تعمدت ان انا ادخل عليه ليه؟ لان اصلا موقع ام اس ان كل لينك من دول ممكن يكون بيشاور على موقع في حد ذاته. بالظبط، شوفوا لينكس قد ايه، كل واحد من دول بيشاور على ايه؟ موقع. علشان كده ظهر لي هنا لسته طويله جدا، في بعضها شغال على بورت 80 وفي بعضها شغال على بورت 4 4 3. على سبيل المثال جزئيه اللوجن، اللوجن دي اساسا اكيد هتبقى سكيورد، فدي هتبقى شغاله على ايه؟ 4 4 3. احنا قلنا قبل كده 4 4 3 اللي هو بروتوكول اتش بي اس. تمام، ده بالنسبه لامر ام اس نت ستيت. تمام، بيعرفني تاني انا طالعه ده الاي بي فعلا بتاع جهازي. تعالى نتاكد، لو جيت على كارت الشبكه اوبن نتورك اند شيرنج سنتر، كارت الشبكه كده ديتيلز، فعلا الاي بي بتاعي كام؟ 5. تمام، طلعت من بورت كام؟ راندوم، ابتداء من الكاتيجوري بتاع اليوزر ايه؟ كل دي بصي ارقام ايه؟ راندوم في انهي كاتيجوري؟ في اليوزر ديفايند ده اللي هو كان ابتداء من 1024 لغايه 65555. صح؟ داخله على ديستنيشن، ده ديستنيشن اي بي، وده البورت بتاع الديستنيشن اللي انا داخله عليه. واخده بالك يا اسماء فاصل ما بينكم ما بينهم ايه؟ كولون. صح؟ الامر ده بيجيب لي الكونكشن اللي هو تي سي بي، بيجيب لي الايه؟ التي سي بي. بالمناسبه كان ممكن اقول له نت ستيت من غير ماينس ان، بس ده بيطول شويه بقى. ليه؟ بيحاول ان هو يريزولف كل اسم من الاسامي دي وكل بورت، تمام، للاسم بتاعه. يعني شوفوا عمال يجيب لي مثلا ان في جهاز اسمه ديسكتوب مش عارفه ايه، تمام، نسيبه كده مع نفسه شويه يريزولف الاسامي. هيحاول ان هو يريزولف الاسامي بدل الاي بي، يريزولف يعني يجيب لي الاسم بدل الاي بي، وبدل ما يكتب لي مثلا البورت يكتب لي اسم البروتوكول ايه. تمام، فده الامر بتاع ايه؟ نت ستيت مسافه ماينس ان. انا عن نفسي الامر ده بحبه جدا في حاجه بقى، لما تبقوا فاميليار كده قوي ان شاء الله مع الشبكات مع كتر شغلكم عليها، هتعرفوا ساعتها كل البورت عددا اللي جهازكم بيدخل عليها. فلو انتوا لقيتوا بورت شكله غريب كده شويه انتوا مش متعودين عليه، ده معنى ايه؟ اغلب الظن ان في هاكينج بيحصل عليكم دلوقتي عن طريق البورت ده. مش المره اللي فاتت قلنا بورت مفتوح بيساوي فولنربيليتي ثغره على السيستم؟ لو لقيتوا ان في حاجه بيرفورمانس غريب في الامر ده، يبقى ده معنى ايه؟ في حد دخل على كذا. تمام، هنا بيكلمني عن البورت نمبرز، احنا كنا قسمناهم لويل نون، والكاتيجوري الثاني اليوزر ديفايند، والسلايد دي اوريدي خلصناها. هنا بعد كده بيقول لي ان انا بطلع من سورس كام، بدخل على ديستنيشن، الاي بي بتاع الديستنيشن اللي انا عايزاه على البورت على حسب السيرفيس اللي انا داخل عليه. شوف ده كده خلص لسه مع نفسه. تمام، ده الامر اللي احنا شفناه من شويه، نيت ستيت مسافه ماينس ان. بس في السلايد دي بقى بيفترض ان الراجل ده دخل على ايه؟ موقع جوجل وموقع سيسكو. لما قال له نت ستيت مسافه ماينس ان، ماينس ان عشان يجيبه له بالارقام بدل الاسامي. تمام، فعلا جاب له اهو ان انا طالعه من البورت ده او من السوكت دي، الاي بي والبورت، داخله على اي بي من دول على بورت 80. اكيد واحد في دول في الاي بي هات دي، اكيد واحد في الاي بي هات دي ده السيرفر بتاع جوجل، واكيد واحد منهم السيرفر بتاع سيسكو. تمام، دول الفلاجز، دي تقريبا اخر سلايد ويبقى الشابتر ده خلص. بيتكلم هنا عن الثري واي هاند تشيك تاني، نفتكرها كده. ده السورس بيبعت داتا للديستنيشن، وفي الاول بيمر بمرحله اللي هي الثري واي هاند تشيك. ايه اللي حصل في الثري واي هاند تشيك؟ السورس بعت سن، مش السن دي سيجمنت في الاول وفي الاخر سيجمنت، اي سيجمنت في الدنيا هيبقى لها سيكونس نمبر. صح، فافترض ان السيكونس نمبر مثلا بدات برقم 100. تمام، يقوم الديستنيشن يرد بايه؟ قيمتها كام؟ 200 او يعني خلينا بالارقام العاديه. بالظبط، يبقى الاكنولج هتبقى 101. صح، ويقوم هو كمان باعت سن، السن هنا هتبقى قيمتها كام؟ مش دي سيشن جديده بيعتبر هو اللي بيفتحها؟ في اي رقم عنده سي مثلا هيبعت كام؟ 300. يقوم السورس باعت اكنولوجي قيمتها 101. بالظبط،
لا لا هو هيطلب بالترتيب، بس هو بيبعت على حسب الترتيب اللي ماشي عنده. مش انا طلبت 100 بعت 12. تمام. مش المفروض ان انا هبعت سند اللي بعتك اللي انا عايزه تاني؟ لا مش شرط. ليه؟ السند اللي انت بتبعتيها دي انت بتفتحي سيشن، فانت كنت عادي مثلا بعتي 99 و100 و200 وصلت لغايه كام؟ 300 مثلا او 299، فالدور عندك ايه هي؟ 300. تمام؟ فيروح باعت رقم اللي هو الافيلابل اللي عنده دلوقتي، يقوم السورس باعت ادمج رقمها 301. تمام؟ يعني بصوا هنا كده شوف الراجل ده خلص ولا لا. لسه عمال يحاول بيرزولف كل ده، عمال يحاول يرزولف اهو. تمام؟ بدا ان هو يجيب لي ان في سيرفر انا داخله عليه اسمه اتش سيرفر مش عارفه ايه، وداخله عليه اتش بي اس. بص عمال يترجم ازاي، والاجهزة عمال يحاول برضو ان هو يجيب لي الاي بيهات بتاعتها اساميها. تمام. طيب نرجع هنا تاني. السورس بعت سن. تمام. سن السيكونس نمبر بتاعها 100. سي تي ال يعني كنترول يعني نوعها. وصلت للديستنيشن، الديستنيشن عمل ايه؟ يروح باعت هو كمان سن بسيكونس نمبر وات ايفر اي رقم افيلبل عنده 300، ده نوعها سن. وبعت اكنولج قيمتها كام؟ مش انا استلمت 100، ابعت اكنولج رقمها 101 نوعها اكنولج. يقوم السورس بعت ايه؟ اكنولج عليها 301، وبعد كده يبدا يبعت الداتا بقى بالارقام اللي هي 101 102 103 انصوم. في اي مشكله في دي؟ تمام. طيب اوقف الفيديو ونقعد نتناقش فيها. نمشي هنا تاني كده. بقيت السلايدز اصلا خلاص عمال يعيد ويزيد ويغرف نفس الكلام، وعمال يجيب لي تاني شكل الهيدر لتالت مره. ودي الفن احنا كنا شفناها على الباوربوينت بتاعي. تمام. ودي برضو شفناها ازاي لو في حاجه وقعت ان انا ارجعها تاني. تمام. وفي الاخر خالص بيديني سامري فرق كده عن بروتوكول التي سي بي واليو دي بي. في اي مشكله في الجزء ده في الشابتر ده؟ تمام.